فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قيام الإنسان بالصدقة كل يوم، قيام الإنسان بالصدقة كل يوم بمبلغ معين كريال مثلا يدفعه إلى عامل البلدية كل يوم، هل هذا مشروع؟ الصدقة هي الصدقة الواجبة الكفارة يعني، أو صدقة التطوع. صدقة التطوع بكيه ومعلن منه، لكن صدقة الكفارة لا، ما يجزي عنها الدراهم، لازم طعام، لازم إطعام، ولازم أن تكون لمسلم ولا تكون لكافر. نعم.